هنا ينص على ان غسل انواع، في عندنا غسل واجب وفي عندنا غسل مسنون. غسل واجب زي غسل الجنابه، الانسان يجب عليه ان يغتسل من الجنابه. لما سميت الجنابه بهذا الاسم؟ قلنا سميت بهذا الاسم لان الانسان عندما تصيبه الجنابه يجتنب الصلاه. حينما تصيبه الجنابه يجتنب مس المصحف، حينما تصيبه الجنابه يجتنب قراءه القران على قول جمهور الفقهاء، لذلك سمي مجتنبا فهو جنب، وسمي هذا الامر جنابه من الاجتناب يعني. ماشي. طيب، يبقى الغسل من الجنابه واجب، وغسل الحيض والنفاس واجب، لكن هناك أغسال أخرى مستحبة زي غسل يوم الجمعة. الغسل يوم الجمعة واجب، يعني كان واجب في أن يعني التأكيد، لكنه ليس واجبا. وغسل العيدين، كل مكان يجتمع فيه المسلمون يستحب الغسل حتى لا يتأذى الناس بالروائح الكريهة. تفضل. وفيه إليه باب التيمم بالسعال. باب التيمم بالصعيد. نعم. قال اخبرنا مالك اخبرنا نافع عنه وعقل هو عبد الله بن عمر بن الجوفي حتى اذا كان بالمنبر نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال اخبرنا مالك اخبرني عبد الرحمن بن قاسم ان عبيه عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عذري، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي فأقام الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني، فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني بيده في خاصلتي، فلا يمنعني من التحرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فتيمم، قال أسجد من حليل: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: بعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. طيب، هذا حديث عظيم يجب ان نتوقف معه كثيرا في الاحكام الفقهيه وفي الاداب بين الزوجين. الحديث تخبر فيه امنا عائشه رضي الله تخبر فيه امنا عائشه رضي الله عنه رضي الله عنها وارضاها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، وهذا السفر الذي بدا فيه نزول ايه التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء الصحراء او بذات الجيش انقطع عقدي، عقد السيده عائشه التي كانت تلبسه انقطع فوقع منها، فاقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التماسه واقام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس انهم يتوقفوا في هذا المكان حتى يلتمسوا العقد، يلتمسوا يعني يبحثوا عنه، يدوروا عليه. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالاستمرار في المسير وليذهب العقد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطيب قلب زوجته، فربما تحزن على ضياع عقدها، ربما تغضب لضياع عقدها، ربما تتاذى لضياع عقدها، فاقام النبي صلى الله عليه وسلم واقام الناس وليسوا على ماء. مفيش ماء في هذا المكان، لا يوجد في هذا المكان ماء. هم يحتاجون الماء من اجل الشرب، وهم يحتاجون الماء من اجل الوضوء، وهم يحتاجون
يحتاجون الماء من أجل الغسل، محتاجون الماء في كل أمورهم. فأتى الناس إلى أبي بكر. لماذا أتى الناس إلى أبي بكر؟ هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحوا من أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى أبي بكر. ولماذا أبو بكر؟ لأن أبا بكر هو أبو سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكأنهم يشكون أم المؤمنين عائشة إلى أبيها، كأنهم يشكون أم المؤمنين عائشة إلى أبيها، وما استطاعوا أن يشكوا السيدة عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زوجها. انظر إلى هذا المعنى، هذا المعنى العظيم، إن المرأة لها مكانة عند زوجها، لدرجة إن هم لما حبوا إن هم يشكوها ما استطاعوش إن هم يشكوها إلى زوجها، ذهبوا إلى أبيها. قال: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذي قد نام. انظر لهذا المعنى الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم يتودد ويتقرب ويتحبب إلى زوجته وينام في حجرها، وسيدة عائشة مهتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة. درجتين: إن أبو بكر جاءها وكلمها فقال لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس؟ دائما الرجال والنساء في دائما مشكلة ما بينهم وبين بعضهم البعض في موضوع المواعيد، دائما الرجل يحب أن يتحرك سريعا ودائما المرأة تتأخر، فدائما الرجل يلوم المرأة: أنت تأخرت، لماذا تأخرت، أخرتيني، هكذا دائما. فكأنه يكلم ابنته ويقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يعني أخرت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرت الناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وبالمناسبة أبو بكر عتبها عتابا شديدا، يعني هي ذكرت بس بعض العتاب، ذكرت بعض العتاب ولم تذكره كله، حتى أنها لم ألمحت إلى هذا الكل، فقالت: فعاتبني وقال الله ما شاء أن يقول، يعني أنا كثير، قال كثيرا، عاتبني كثيرا، وجعل يطعنني في خاصرتي، يعني كأنه يعني يضربها ضربا خفيفا. سيدة عائشة لا تستطيع أن ترد على أبيها، وفي نفس الوقت لو أن امرأة يضربها أبوها تجري يعني تختبئ. ولكن هي عندها مشكلة تانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام فين؟ في حجرها، قد وضع رأسه على حجرها، وهي لا تريد أن ترد على أبيها باللفظ فتقول له: يعني يا أبي ماذا أفعل؟ وفي نفس الوقت لا تحب أن تظهر ألمها وتضررها حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن تتحرك وهي على هذه الحال حتى تختبئ من أبيها. انظر إلى هذا، يعني هذا حديث عظيم، كل واحد فينا يتعلم منه كيفية معاملة المرأة لزوجها وكيفية معاملة الرجل لزوجته، وهكذا كل واحد منهم حريص على الآخر. قالت: وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعمني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم: يا فلتجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فتيمموا، يعني الصحابة قاموا ما عندهمش مية، فبدل من الوضوء تيمموا. قال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه من بركة سيدة عائشة وآل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قلنا البعير قوم، فالبعير لما قام وجدنا العقد كان مختبئا تحته، لما وقع منها وقع تحت البعير، فلما جلس البعير جلس على العقد، فهم يبحثون على العقد ولا يجدونه لأن العقد تحت الايه؟ تحت البعير. فلما انبعث البعير قام البعير وجدوا العقد. فبركة السيدة عائشة بركة عظيمة جدا، بركة فيها تيسير للأمة كلها، وكأن في هذا الذي حدث تيسير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ المصريين يقولوا: كل تأخيرة وفيها ايه؟ وفيها خير، كل تأخيرة وفيها خير. خلاص. قال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال محمد ومحمد بن حسن: يعني وبهذا نأخذ والتيمم ضربتان يد، ضربتا يد، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة. تعرفون أن العلماء مختلفين
في كيفية التيمم، فيما هو ينبغي أن يكون أكبر في التيمم. فالحنفية ومن وافقهم يرون أن للتيمم ضربتان، الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية يمسح بها الإنسان اليد إلى المرفقين، يبقى ضربة ويمسح وجهه، وضربة يمسح يديه إلى الإيه؟ إلى المرفقين. بعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن التيمم ضربة واحدة فقط، يرون أن التيمم إيه؟ ضربة واحدة فقط، وأن الواجب بهذه الضربة الواحدة أن يمسح الإنسان وجهه ويده إلى الإيه؟ إلى الرسغ فقط. يده إلى الإيه؟ إلى الرسغ فقط. يبقى هذا هو الخلاف الذي ذكره الإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه وأرضاه وأكد عليه. تفضل. وهي حائض، فقالت لتشد إلى إزارها إلى أصفلها ثم ليباشرها إن شاء. قال محمد وبهذا كله نأخذ، لا بأس بذلك، وهو قول أبي حنيفة العامة من فقهائنا. قال أخبرنا مالك أخبرني الثقة عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. قال محمد وبهذا نأخذ لا يباشر حائض عندنا حتى تحل لها الصلاة أو تجب عليها، وهو قول أبي حنيفة. جميل. معنى الكلام أن وقته يعتريها بعض الأوقات التي تسمى بوقت الحيض، وقت نزول الدم، وقت الدورة الشهرية. في هذه الأوقات قد تطول وقد تقصر، قد تكون عند الحنفية أقلها 3 أيام وأكثر عند الحنفية 10 أيام. طيب خلال هذه 10 أيام هل يباح للرجل أن يباشر امرأته؟ قالوا يباح له أن تشد عليها الإزار حتى يعني تستر ما بين السرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك يباشرها كما شاء بلا جماع. لكن السؤال هنا الكلام ده لحد امتى؟ لحد ما ينتهي الحيض او تجب عليها الصلاه. ايه يعني الفرق بين الاثنين؟ يعني لو كان هذا الكلام انقطع دم الحيض لاقل من 10 ايام ما يقربهاش حتى تغتسل اولا، لكن لو كان 10 ايام فصاعدا يبقى يجوز له ان يقربها، لكن كان واجبا عليها ان تغتسل. ماشي؟ يبقى حتى تغتسل يعني حتى تحل لها الصلاه او تجب عليها الصلاه، وهو قول أبي حنيفة. تفضل. قال أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال تشد عليها إزارها ثم شعرك في أعلاها. قال محمد وهو قول أبي حنيفة، وقد جاء ما هو أرخص من هذا أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. باب إذا ابتقى الختانان هل يجب الغسل؟ أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. أخبرنا مالك أخبرنا عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ما يوجب الغسل، قالت أتدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديقة تصرخ فيصرخ معها. الفروج مش الفرخوت، فروج. مثل الفروج يسمع الديقة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت عن الرجل يسيء أهله ثم يكسر،
فقال زيد بن ثابت ثم يغسل فقال زيد بن ثابت يغتسل. فقال له محمود بن لبيد فإن أبي بن كعب لا يرى الغسل. فقال زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. قال محمد وبهذا كله نأخذ إذا التقى الختانان وتوارت الخشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وهو قول أبي حنيفة. وقول عامة الفقهاء لهذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهناك موجبات للغسل مشتركة وهناك موجبات للغسل خاصة بالمرأة. مشتركة زي نزول المني، مشتركة زي الجماع، مشتركة زي الموت، الموت يوجب الغسل. خاصة بالمرأة الحيض والنفاس. يبقى احنا عندنا موجبات الغسل، يعني ما الذي يجعل الغسل واجبا؟ الغسل ما الذي يجعله واجبا؟ هناك أشياء توجب الغسل وهي مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك أشياء توجب الغسل وهي خاصة بالمرأة فقط. تفضل. باب الرجل ينام هل ينقض ذلك وضوءه؟ هل ينقض ذلك وضوءه؟ أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ. أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ. قال محمد وبقول ابن عمر في الوجهين جميعا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، أي أن الإنسان إذا نام غير ممكن مقعدته من الأرض فإنه يعيد الوضوء مرة أخرى، لأن وضوءه قد انتقد، لأنه مظنة الانتقاد. أما إذا نام وهو نوم خفيفة وهو يعلم أنه لم يخرج منه شيء، أو كان ممكنا مقعدته من الأرض، أو كان واقفا وما شابه ذلك، فإنه لا ينتقد وضوءه. فإن النوم عند كثير من الفقهاء ليس هو الناقض للوضوء، لكنه مظنة النقض. مظنة النقض. تفضل. باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فتغتسل. فقالت لها عائشة: أفٍ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قالت: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ ومن أين يكون الشبه؟ قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. أو الشبه يعني. طيب، هنا حديث مهم جدا في أنه لا حياء في العلم. لكن ما ينفعش نقول لا حياء في الدين، لا، في الدين حياء. الدين كله حياء. الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الإيمان والحياء قرناء جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. إذا لم تستهي فاصنع ما شئت. لكن لا حياء في السؤال في العلم. فسيدة أم سليم بنت منهان هي أم سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي أم الطفل الآخر المشهور اللي اسمه أبا الله يفتح عليه ما فعل النغير، يا أبا عمير. هي أم سيدنا أنس وأم أبو عمير. أبو عمير ده طفل صغير مات عنده 4 سنوات، لكن النبي كان يلاعبه حينما يذهب إليه في البيت فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فأمه قال لي: يا أم سليم بنت منحان هذه، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بتسأله، فبتقول له إيه؟ في بعض الروايات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هي ليه بدأت بقولها إن الله لا يستحي من الحق؟ لأنها ستسأل سؤالا
تستحي النساء من ذكره بحضره الرجال؟ سؤال صعب. سؤال تستحي النساء من ذكره بحضره الرجال، فعشان كده بتقول المراه ترى في منامها مثل ما يرى الرجل. شوف الادب والحياء. اتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. وفي بعض الروايات نعم اذا رات الماء، اذا خرج منها الماء يبقى تغتسل. فقالت لها عائشه اف لك، ايه اللي انت بتقولي ده؟ وفي بعض الروايات قالت لها عائشه فضحت النساء، ايه العبده السودة اللي انت عملتيها؟ ماذا تقولين؟ كيف تقولين ذلك بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض الروايات فغطت ام سلمه وجهها. على يا ام سلمه ولا السيده عائشه؟ احنا ليه زعلانين؟ كانتا حاضرتين، فدي غطت وجهها والثانيه غطت وجهها وقالت لها اوف لك فضحت النساء. ادي القصه. دي كانت حاضره ودي كانت حاضره، السيده عائشه كانت موجوده والسيده ام سلمه كانت موجوده، والسيده ام سلمه تسال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له هل ترى ذلك المراه؟ ايه اللي بتقولي ده؟ كيف تتكلمين هذا الكلام؟ هو المراه ترى هذه المنامات التي يراها في الجنة. قالت فالتفت الينا النبي صلى الله عليه وسلم، الينا لان كانت سيده ام سلمه موجوده. فقال تلبت يمينك. ماذا تعني كلمه تلبت يمينك؟ ماذا تعني كلمه تلبت يمينك؟ تلبت ماخوذه من التراب. تلبت ماخوذه من الايه؟ يعني ايه تلبت؟ يعني التصقت يمينك بالتراب. طيب يعني هذه الكلمه كنايه عن الفقر. تعرفون كل زمان له كنايات عن الفقر. الفقر ده اكتر حاجه لها كنايات في الدنيا. يعني مثلا في بلادنا الانسان يفتقر بدل ما يقول دلوقتي انه تلبت يمينه بيقول ايه؟ يقول انا يا جماعه انا على الحديده. تسمعون هذا التعبير ايها الموجودون ولا ما تسمعوش؟ هل تسمعون هذا التعبير؟ تسمعون؟ لا تسمعون. يبقى اذا حينما تسمع مصريا يقول لك انا على الحديده لا تظنن انه جاء بحديده ولا ما فوقها، انما تفهم انه ايه؟ انه يقول لك انه فقير. يبقى حينما تسمع مصريا يقول له انا على الحديده تفهم انه ايه؟ فقير. او ربما المصري حينما يعبر عن فقره في بعض الاحيان المكلفه يقول انا يا مولاي كما خلقتني، انا يا مولاي كما خلقتني. يعني ايه انا يا مولاي كما خلقتني؟ حينما خلقه الله والله نزل الى الدنيا لكن لم يكن يملك شيئا، لا مال ولا ملابس ولا اي حاجه، مش كده ولا ايه؟ فهو بيقول يا رب انا فقير، انا يا مولاي كما ايه؟ كما خلقتني. وبعض المصريين يكني بالاشاره بدلا من العباره، فيعمل ايه؟ يخرج جيبه الى الخارج هكذا. حينما ترى يخرج جيبه الى الخارج كانه يقول لك انه ايه؟ انه مفلس. انه ايه؟ مفلس. هو الفلس يعني الفلوس، فلوس الفلس، ماشي. فهو كانه يقول لك انه كنايه عن الفقر يعني، ماشي. فالنبي بيقول لها تلبت يمينه. طب هو هنا يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر؟ لا، انما هنا هذه كلمه تقال على سبيل الزجر وليست على سبيل الدعاء. على سبيل ايه؟ الزجر. ساعات بعض الامهات وهي بتتعامل مع اولادها تلاقيه عمل مسلم يخرب بيتك يخرب عقلك، هل تقصد ان الله يخرب بيته وان الله يخرب عقله حقيقة؟ لا، هي تقول له على سبيل الايه؟ الزجر وليس على سبيل الدعاء. فالنبي هنا يقول له على سبيل الزجر تلبت يمينك. تلبت يمينك. ومن اين يكون الشبه؟ يعني الشبه اللي بين الام وبين ابنها ده هيجي منين؟ ما لازم يكون لها ماء ايضا اللي هي البويضه بتاعتها. ماء الرجل ابيض غليظ وماء المراه اصفر رقيق، فايما على او غلب يكون منه الشبه. ماشي؟ قال محمد وبهذا ناخذ. وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. تفضل. باب المستحاضه. المستحاضه. نعم. أخبرنا مالك حدثنا نافع سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار
عن سليمان بن يسار أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم تهراق الدم تهراق الدم تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنذر الليالي والأيام التي كانت تحيد من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتنذر صلاة فبعد ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتعتصم ثم لتستثفر بثوب فلتصلي قال محمد وبهذا نأخذ تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي إلى الوقت الآخر وإن سال دمها وهو قول أبي حنيفة يعني دي ده وضوء ذوي الأعذار هتتوضأ لكل وقت وتصلي به ما شاءت إلى أن يدخل الوقت التالي فتعيد الوضوء مرة أخرى تفضل أخبرنا مالك أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب ويسأله عن المستحاضة كيف تغتسل؟ فقال سعيد تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة وإن غلبها الدم استغفرت لثوب قال محمد تغتسل إذا مضت أيام أقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتضع الصلاة فإذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة وصلت حتى يدخل الوقت الآخر ما دامت ذلك الدم وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا تمام أخبرنا من أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد بعد ذلك للصلاة باب المرأة ترى السفرة أو الكدرة أخبرنا مالك أخبرنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الخرسف فيه السفرة من الحيضة فتقول لا تعجلن لا تعجلن حتى طوينا القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة قال محمد وبهذا نأخذ ولا تطهر المرأة ما دام ترى هنة أو سفرة أو كهنة حتى ترى البياض خالصا وهو قول أبي حنيفة أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون من مصابيه من جوف الليل فينكرن الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يسمعن هذا باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان تغسل جواريه ورجليه ويعطينه الهنة وهن خذية قال محمد لا بعد لذلك وهو قول أبي حنيفة أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال محمد لا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤل المرأة أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها وسؤلها فإن كانت جنبا أو حائضا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يتنازعان الغسل جميعا فهذا أفضل غسل المرأة الجنب هو قول أبي حنيفة
باب الوضوء بسبل الهرة. أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة أن امرأته هميلة بن عبيد بن رفاعة أخبرته أن خالتها قرشة بنت عبد بن مالك وكان تحتهم أبي قطادة أن أبا قطادة أمرها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء فشربت. يعني أصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء أمال لها الإناء حتى تشرب. قالت قبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال محمد لا بأس بأن يتوضأ بفضل سفر الهرة وغيره أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة. باب الأذان والتثويب. أخبرنا مالك أخبرنا أبو شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال مالك وبلغنا أن عمر بن الخطاب يراه المؤذن يؤذنه بصلاة السنة. خرج له نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في النداء ثلاثا وتشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها حي على خير العمل. قال محمد الصلاة خير من النوم يقول ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب أن يزال في النداء ما لم يكن منه. باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد. أخبرنا مالك حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه إسحاق بن عبد الله أنهما سمع أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى صلاة. قال محمد لا تعجلن بركوع ولا افتتاح حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه وهو قول أبي حنيفة. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن أن ابن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال محمد وهذا لا بأس به ما لم يجهد نفسه. أخبرنا مالك أخبرنا سمي أنه سمع أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته الذي خرج منه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة. أخبرنا مالك أخبرنا شريك بن أبي نمير أن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا؟ قال محمد يكره إذا أقيمت الصلاة أن يصلي الرجل تطوعا غير ركعتي الفجر خاصة فإنه لا بأس بأن يصليهما الرجل وإن أخذ المؤذن في الإقامة وكذلك ينبغي وهو قول أبي حنيفة. باب تسوية الصفوف. أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه بتسويتها كبر بعضهم. أخبرنا مالك أخبرنا أبو سهيل بن مالك وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته إذا قامت الصلاة فاعضلوا الصفوف وحاذوا المناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام صلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسمية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر. قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح أن يقوموا فيصفوا
ويسو صفوفه ويحاذ بين المناكب، وإذا قام المؤذن الصلاة كبر الإمام وهو قول أبي حنيفة. باب افتتاح الصلاة. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إذا منكبيه حذو منكبيه إذو المنكبين، وإذا كبر للركوع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد. أخبرنا مالك وحدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من رفعته رفعهما دون ذلك. أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان هذا فعل ماضي. وهب هذا هو الاسم. وهب حدثنا وهب لا وهب هي إيه آخر ما لازم تقول وهب حدثنا وهب وهب حدثنا وهب بن كيسان ايوه كده عن جابر بس يا شيخ. طيب يعني بقول لك حاجه تقول لي ايه؟ تقول طيب ايش فضل يا شيخ. طيب عن جابر بن عبد الله الانصاري انه كان يعظمهم التكبير في صلاته، امرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا. أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، ثم إذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك أخبرني نعيم المدمر وأبو جعفر القاري أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. قال أبو جعفر وكان يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاة. قال محمد السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض وكلما رفع، وإذا انحط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود الثاني كبر، أما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين أول أذنين ابتداء الصلاة مرة واحدة، ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك. وهذا كله قول أبي حنيفة وفي ذلك آثار كثيرة. قال محمد أخبرنا محمد بن عباد بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع عليه في التكبيرة الأولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد أخبرنا محمد بن عباد بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى. قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال دخلت أنا وعمرو بن مرة على إبراهيم النخعي قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الخضرمي عن أبيه أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع. قال إبراهيم ما أدري لعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ذلك اليوم فحفظ هذا منه، ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه، ما سمعته من أحد منهم، إنما كانوا يرفعون أيديهم في بدء الصلاة حين يكبرون. قال محمد أخبرنا محمد بن عبان بن صالح عن عبد الله بن عبان بن صالح
عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. قال محمد: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النحشري عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه وكان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاة. قال محمد: أخبرنا الثوري قال حدثنا حسين عن إبراهيم حسين حدثنا حسين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. باب القراءة في الصلاة خلف الإمام. أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ابن بكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك. قال: أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام. قال: أخبرنا مالك حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال: أخبرنا مالك قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلال غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين ونصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيه. بذلك جاء عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب النافع عن ابن عمر أنه قال: من صلى خلف إمام كفته ذراعته. قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال: أخبرني أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام قال: تكفيك قراءة الإمام. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال محمد: حدثنا أسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. قال: فسعد بن قاسم بن محمد الأنزلي قال: إن تركت فقد
فقد تركه ناس يقتدى بهم. إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم، وإن قرأت فقد قرأ ناس يقتدى بهم. وكان القاسم ممن لا يقرأ. قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة المنصور بن المعتمر عن أبي واهل قال سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت فإن في الصلاة شغلا وسيكفي كذلك الإمام. قال محمد أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي الحماد عن إبراهيم النخعي عن عقبة بن قيس أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافل فيه في الأولين ولا في الأخريين. في الأوليين. في الأوليين ولا في الأخريين. وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الأخريين بشيء. قال محمد أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن أبي واهل عن عبد الله بن مسعود قال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام. قال محمد أخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام. قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال إن أول من قرأ خلف الإمام رجل تهم. قال محمد أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في العصر قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال لم غمزتني؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامه فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. قال محمد أخبرنا داود بن قيس بن الفراء المدني قال أخبرني بعض سعد بن أبي وقاص وقال إنه ذكر له أن سعدا قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه جمرة. قال محمد أخبرنا داود بن قيس قال أخبرنا محمد بن عدلان أن عمر بن الخطاب قال ليس في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا. قال محمد أخبرنا داود بن سعد بن قيس قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت حدثه عن جدي أنه قال من قرأ مع الإمام فلا صلاة له. بس كده نقف عند باب الرجل وسبقي ببعض الصلاة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. طيب أما السؤال الأول هل كان يقال أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان يقال أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من الإمام. خلاص؟ أما السؤال الثاني الفرق بين حذاء وحذاء هذه رواية وهذه رواية لكن معنى واحد. يسأل أنت كنت تقرأ المرة الماضية؟ نعم طيب؟ نعم جئت متأخرة المرة دي؟ نعم لا أستطيع أن أعاتبك على تأخيرك اليوم لأنني قد اعتذرت عن المجيء مرات أنا لا أستطيع أن أعاتبك. طب قراءتك سليمة وقرأت الشيخ جميلة يعني قراءتكما جميلة تعبوا بالمكرم. نعم من أي بلاد يعني؟ نعم من أي بلاد؟ أندونيسيا. أندونيسيا وأنت من أي بلاد؟ بوركينا فاسو. قراءتك جميلة جميلة ما عدا كلمة واحدة. طب يا أستاذ ماذا نقول نحن إذا سمعنا مؤذن يقول الصلاة قرننا هل نقول مثل ما يقول مؤذن؟ صدقت يا سيدي يا رسول الله قل مثل ما يقول مؤذن ثم قل صدقت يا سيدي يا رسول الله. نعم طيب ذكروني بذلك على الجروب بعد كده قبل اليوم علشان اجيب معايا الكتاب التاني. ماشي شكرا.